كيف رح بنشوف الوجه الثاني لكاظم الساهر؟ وهيدا هو أول خبر بفقرة ستارز لليوم. الفنان العراقي كاظم الساهر رح بيكون أحد أعضاء لجنة التحكيم ببرنامج The Voice Kids يلي رح ببلش عرضه ليلة السبت المقبل 2 كانون 2 على شاشة MTV. كاظم الساهر يلي نعرف بشخصيته يلي بتجمع الجدية والرومانسية سوا، كيف رح بيكون بوجهه الآخر بتعامله مع الولد؟ ننتقل لخبر تاني عن الفنان نصيف زيتون. كشف الفنان السوري نصيف زيتون بأنه ألبومه الجديد رح بيكون عم يحمل طابع رومانسي لأنه حالياً عايش قصة حب، فتوقع أكيد بأنه هالعمل يكون ناجح، وأعلن بأنه عم بفتش على أغنية مصرية بعد لحتى يضمها للألبوم اللي استغرق تحضيره 3 سنوات لأنه عم بجرب يكون متأني جداً بخياراته. رح بيكون عم ينطلق بالشهر الرابع من سنة 2016 وهو من إنتاج وإدارة أعمال وتري وميوزك إز ماي لايف من بعد ما جدد العقد بيناتهم مع بعض التعديلات. قال زيتون بأنه هو ما بيعتبر حاله فنان ذكي باختياراته الفنية ولكنه فنان حقيقي لأنه بيغني شو اللي بحس وشو اللي بيخليه يكون سعيد بأغني. الفنانة ديانا حداد نشرت صورة مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي عن طفولتها، صورة بتجمعها بإخواتها وبينت كتير من الحنين وقالت أيام العمر الأجمل، وتابعت لا أزال أحمل الملامح نفسها وتمنت أكيد السعادة لعائلتها. الفنانة محبوبة الكبار وكمان محبوبة الصغار نانسي عجرم كمان رح بتكون بلجنة التحكيم ببرنامج The Voice Kids. ونانسي عجرم يلي أصلا كانت تخصص أغاني وألبومات للأطفال، كيف رح بتكون إطلالتها؟ كيف رح بيكون تفاعلها كمان ببرنامج The Voice Kids؟ وقديه نسبة حبها لإلهم رح بتساعدها على إنه يكون في تفاعل بينها وبين هالأطفال الموهوبين. انطلقت النجمة الذهبية نوال الزغبي على مسرح سيلبريتي دويتس نهار الأحد اللي فات وأطلت بإطلالات مميزة جدا، كانت إطلالاتها بفساتين أنيقة ولكن أيضا كان في إلها إطلالات شوي كاجوال أكثر، شوي سبور شيك. غنت أغاني جديدة وأغاني قديمة، بنذكر من أغنية يا جدع من ألبومها الجديد مش مسامحة وعلى دلعونة وهي أحد الأغنية القديمة يلي حققت نجاح كبير وبعدها لليوم عم بتحقق نجاحات. رسالة من زوجة رامي عياش إلى الفنانة سابين. التقى النجم رامي عياش وزوجته مصممة الأزياء داليدا عياش النجمة الشابة سابين وظهروا ثلاثتهم بهاللقطة اللي عم نشوفها بكامل أناقتهم، كما كانت لافتة ملابس داليدا عياش اللي بينت بفستان أسود ظاهر عليها جدا حملة بجنينها الأول ولابسة معطف ليلكي. علقت داليدا عياش على هاللقاء بال القول بأنه هني في بعض الأصدقاء بالحياة بيخلوك تضحك ويكون ضحكك صاخب جدا، بتبتسم أكثر وبتعيش بطريقة أفضل من حبك سابين. حقيقة خطوبة كالي جينر لا حبيبة، ومن بعد ما صار فيه هيك شوية شائعات بتقول انه كالي جينر خطبت لانه صديقة اهداها خاتم من الالماس على عيدها، نكرت هالامريكية الشابة البالغة من العمر 18 سنة حد للاقاويل يلي انتشرت بهالكم يوم الاخرين، وقالت انه هيدا كان احتفال جماعة هي وعائلتها وصديقة فقط وبأنه كانت هالهدية ما لها أبداً معاني أكثر من يلي مبين وما في خطوبة. هيفا وهبي فوق القانون. أعلنت نقابة الموسيقيين المصريين بأنه فرضت غرامة مالية بقيمة 3000 دولار أمريكي على الفنانة هيفا وهبي بسبب استعانتها بموسيقيين أجانب بحفلتها الأخيرة بالقاهرة، ولكن هي كانت قالت بأنهم مصريين. أكدت مصادر مصرية بأنه مجموعة من أعضاء النقابة تواجدوا بالحفلة وشهدوا على تسديد الغرامة من بعد ما اكتشفوا الأمر.
وآخر خبر بفقرة ستارز لليوم عن الفنانة المصرية نسمة محجوب بأنه بتفضل طرح الأغنيات المنفردة سينجلز، خصوصا بأنه هالأغنيات عم بتلاقي نجاح أكبر وانتشار أوسع وأسرع. كمان أشارت بأنه رح بتكمل بها النهج بالفترة المقبلة، وقالت أنه هي عم بتحضر لطرح أغنية جديدة رح بتحمل عنوان دور على السعادة. ومنذكر بأنه محجوب أطلقت أخيرا أغنية حب أخوات يلي لقيت انتشار واسع بمصر وبالدول العربية. هيدي كانت أخبار ستارز لليوم يلي منخدها من موقع MTV ستارز. رح ناخد وقفة سريعة ومنتابع مع فقرة مع المسيح.